مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ملف زيادة التخصيصات المالية لميليشيات الحشد وتبع ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تقارير صحفية تقول أن زيادة التخصيصات المالية لميليشيات الحشد رافقها توسع في مشروع الطائرات المسيرة، ما مدى خطورة ذلك وإلى أي أمور وتبعات ستستخدم هذه الطائرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. هناك سؤال طبيعي حقيقة يسأل، من المستفيد؟ نعم. عند الإجابة على هذا السؤال نجد أن العملية السياسية مرتكزة ارتكازا كاملا على هذه الميليشيات، ولا ترتكز على فصائل الدولة الأخرى. فصائل الدولة الأخرى هي عبارة عن إطار قانوني تنفذ من خلاله الميليشيات والأحزاب لتنفيذ مآرب الجهات التي أوكلتها للحكم في العراق، سواء كانت إيرانية أو أمريكية أو جهات أخرى. طيب. الحشد هو أحد هذه الأدوات، أدوات الهدم الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق، والموضوع التناحض ما بين هذه الميليشيات وهذه الجهة أو تلك الجهة وبالمجموع وخارج العراق، لأنه مصلحة العراق هي آخر ما يثبت فيه هؤلاء. بالتالي عندما نتحدث عن الحشد الولائي أو الحشد كما يسمونه، هذا المكون هو ضمن مكونات وزارة الدفاع. لماذا يخصص له ميزانية أكثر من ميزانية وزارة الدفاع أو الوزارات الأمنية الأخرى، أو يتوسع هو على الحساب الآخر؟ يعني أنا لماذا أعطي الميليشيات وهي تنظيم غير عسكري، تنظيم غير عسكري، الميليشيا تنظيم غير عسكري. نعم. ليست عسكرية بمعنى. طيب دكتور في هذا الإطار، يعني هذه الميليشيات وفي العراق وهيمنتها على المشهد، هل فعلا العراق بحاجة إلى تخصيص نحو 3 مليارات دولار لهذه الميليشيات وبالمقابل يتجاهل الأزمات الاقتصادية؟ القضية أنه هذه الميليشيات هم الأداة الحاكمة التي تحقق للأحزاب الحاكمة والموالية لإيران والموالية لجهات أخرى كل ما تريد من العملية السياسية بالقوة، وهي الجهات خارج عن القانون العراقي ولا تمثل إرادة الشعب العراقي. وبالتالي عندما نفكر اقتصاديا، المسألة ليست اقتصادية، المسألة هي مسألة سيطرة على الاقتصاد وغير الاقتصاد، سيطرة على المشهد السياسي، تصفية كل المعارضين. وتقريركم السابق اللي سبق هذا الخبر عن ما يجري ما بين التيار الصدري وما بين العصائب ومحاولات الاغتيال ومحاولات تصفية الخصوم، هذه مهمة الميليشيات، والميليشيات أسست لهذا الغرض أساسا. فبالتالي زيادة التخصيصات لها ليس أمرا اعتباطيا، وإنما لاحظ الطائرات الدرون المسيرة لماذا لم تكلف وزارة الدفاع بها؟ لماذا كلفت خط الشارع؟ القضية تطبيق المفاهيم الإيرانية، مفهوم الخرق الدولي الإيراني على العراق وخلق منظومة خارج نطاق الدولة، هذه الأخطر منها، أنه ولاء ليس للعراق، الحرس الدولي ولاء إيران ولدولة إيران، لكن الميليشيات اللي موجودة والحرس اللي هي الحشدوي اللي موجود الآن هو ولاء لإيران مطلقا. فبالتالي هذه التخصيصات تتبع كثير من الفساد الاقتصادي الذي يصب في مصلحة خلخلة أمن العراق واقتصاديا. ماذا بنوا من جانب الاقتصادي؟ لم يفكروا في الاقتصاد. لماذا تؤسس شركة خاصة لهذا الحشد تحديدا، شركة المهندس؟ لماذا؟ لماذا لا تؤسس شركات أخرى مماثلة لوزارة الدفاع أو نعم دكتور، هناك توسع على المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري. اليوم ميليشيات الحشد كشفت عن امتلاكها طائرات بدون طيار، من المرجح أن تكون إيرانية الصنع. برأيك ما الرسائل التي تريد إيصالها هذه الميليشيات بهذا الإعلان؟ أخي الكريم، نحن قلنا في البداية هذه الميليشيات هي أدوات تنفيذ المشروع الإيراني في العراق. نعم. بكل بساطة شديدة، من يرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى هذا لا يهمك. هذه الميليشيات لها أهداف محددة تقوم فيها داخل العراق،
وهذه الأهداف تستوجب أن تقوم بكل العمليات التي تقوم بها إيران بالنيابة عن إيران بأموال عراقية وبتخصيص مالي من الميزانية العراق. فبالتالي ما حاجة الميليشيات إلى طائرات مسيرة؟ لماذا لا توكل، أنا قلت لماذا لا توكل الطائرات المسيرة إلى وزارة الدفاع حصرا؟ وهذا هو المعمول به في كل دول العالم. عندما تأتي بميليشيا ولاءها غير ليس للبلد التي تعمل فيه وتمولها بطائرات مسيرة، ممكن أن تستخدمها ضد أي هدف عربي خارج حدود العراق، لأنها ليس لها صلاحية، الحكومة العراقية ليس لها صلاحية عليها، أو هي لا تلتزم بأوامر وزارة مجلس الوزراء كما يقولون، أو رئيس مجلس الوزراء كما يقولون، أو وزارة الدفاع. هذه الميليشيات منفلتة، ورأيناها كيف تشارك في حروب ليس للعراق هدف فيها، شاركت في سوريا وتشارك الكوفيين في اليمن، ولديها الاستعداد أن تنفذ الأعمال التي تطلب منها خارج حدود العراق، من خارج العراق وليست من داخل العراق. فبالتالي هذه التخوف وهذه الحاجة هي ليست الحكومة الحالية تخضع للنفوذ الإيراني المباشر وتنفذ ما يريدون حرفيا، وبالتالي سيدة التخصيص المالية وأسست لها شركة خاصة بها، الآن طور الموضوع إلى الطائرات المسيرة التي لم نسمع أن وزارة الدفاع تبنت هذا الأمر، يتبنها الحشد الشعبي الذي ليس له حقيقة خبرة فنية عسكرية في إدارة هذا الأمر إلا أنها تعمل لصالح دولة أخرى. دكتور، بموازاة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق وتخصيص 3 مليارات إلى ميليشيات الحشد واليوم امتلاك طائرات بدون طيار، المركز العربي للدراسات يقول أن الاقتصاد العراقي يتداعى بسبب اعتماده على النفط وسط استشراء الفساد الحكومي. السؤال هنا يعني أين وعود السوداني بمحاربة الفساد وأنعاش الاقتصاد العراقي مع هذه المبالغ التي تنفق على الحشد وعلى أمور أخرى؟ المضحك أخي الكريم، كل من جاء من هؤلاء يدعي بمحاربة الفساد وهو أول الفاسدين. في نقطة وخلاصة يعرفها الشعب العراقي القاسي والداني، الذي يحارب الفساد لا يؤسس له ولا يدعم مؤسساته. نقطة رأس السطر. نعم. يعني عندما يتكلمون عن محاربة الفساد، نلاحظ أن التجار المخدرات يقبض عليهم ويطلق سراحهم. هي أول نقطة من محاربة الفساد. المحاربة الفساد أن السرقة والاختلاسات لا تزال قائمة على قدم وساق. سرقة القرن كما يسموها، أين صاحبها وأين التسفيات التي هذه هي محاربة الفساد. كل من أتى بعد الاحتلال فاسد، وكل من يدعي محاربة الفساد هو حقيقة يعني عكس ما يقول عمليا. نحن لا نتكلم عن النوايا، نحن نعرف الذي أتى بهم المحتل ليس لهم نية حسنة تجاه الشعب العراقي، صغيرهم وكبيرهم، عربهم وكردهم، سنتهم وشيعتهم، لأنه فضلوا مصلحة الأجنبي على مصلحة البلد. فبالتالي كل ما يقومون به ويدعونه من هذه الشعارات الرنانة، المصيبة الأكبر أنهم أتونا بعمامة علي وحكمونا القلب باللهب. هذه حقيقة كل من أتى بعد الاحتلال. نعم. يعني نحن نتكلم عن المجموعة التي حكمت العراق بكل مسمياتها، هم يقولون ما لا يفعلون. يعني كل ما يريدون أن يفعلوه يقولون عكس. الشعارات الجميلة والكربارة حنصدرها في 2011 و13 وما إلى ذلك، والاقتصاد العراقي يتهاوى والصناعة وهو دكتور في تهاوي مستمر منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة. نشكركم الشكر الجزيل الدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.